مؤكدة إن الدولة مستمرة في مسح المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته. عبر الهاتف ينضم إلينا للمزيد من المتابعة الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير حملة 100 مليون صحة. دكتور جلال، أرحب بك. نعم دكتور جلال، يعني في البداية هل لك أن تطعنا ربما في مزيد من التفاصيل إلى ما آلت إليه حملة 100 مليون صحة؟ يعني يمكن زي ما حضرتك أشرتي إن لحد دلوقتي إحنا خلاص في نهاية المرحلة الثالثة، تقريبا تم مسح أكثر من حوالي 48 مليون مواطن، وبالنسبة للمرحلة الثالثة أكثر من 17 مليون مواطن. لسه المراحل الأولى والثانية مستمرين في العمل، في نقاط ثابتة في المرحلة الأولى والثانية مستمرين في العمل، وكذلك إن شاء الله يتم في المرحلة الثالثة بعد نهاية شهر أبريل. بس ما زال في فرصة بالنسبة للمواطنين اللي لم يتموا المسح، إن عندهم الوحدات منتشرة في كل القرى والنجوع، إن هم يقدروا يحصلوا على الخدمة. حابين نأكد معلش تاني على فكرة العلاج، حابين نأكد دايما على فكرة العلاج، إن المواطن اللي بيطلع إيجابي في المسح لفيروس سي أو للأكتام المضادة لفيروس سي، إن الدولة بتقدم خدمة العلاج مجانا. للأسف إن بعض المواطنين بيتجه إن هو يصرف العلاج أو يكمل باقي التحاليل على نفقته الشخصية أو على نفق التأمين خاص بيه أو شركة خاصة بيه. احنا حابين دايما ننوه على ان العلاج المصري اللي موجود بصناعه مصريه في وزاره الصحه المصريه هو افضل علاج لفيروس سي في العالم، اللي بتشرف عليه منظمه الصحه العالميه، ونسبه الشفاء فيه من اول بروتوكول بتتعدى 95%. فاحنا بننصح جميع المواطنين اللي لو لا قدر الله كانوا ايجابيين لفيروس سي في المسح، ان هم يتوجهوا لمراكز العلاج، سواء كانت التابعه لهيئه التامين الصحي أو للجنة القومية للفيروسات الكبدية، علشان يتلقوا العلاج المصري لعلاج فيروس سي. نعم دكتور جلال، يعني ربما وضعتنا في نقطة مهمة للغاية، وهو ما يتعلق بالعلاج لمن تثبت إصابته بمرض فيروس سي. يعني كيفية التواصل بين من تثبت إصابته وبين الوزارة أو بين المكلف بصرف هذا العلاج مجاني كما تفضلت بالذكر للمواطنين الإيجابيين في المرض؟ تمام، مجرد ما المواطن بيطلع ايجابي للاجسام المضاده داخل الحمله، داخل اي نقطه مسح في الحمله، طب المواطن واقف جوه نقطه المسح بيتبلغ بالميعاد والمكان اللي اتحجز له علشان يروح يعمل باقي التحاليل ويصرف العلاج. بيتقال له ان انت هتتوجه يوم الاحد الموافق كذا الساعه كذا لمستشفى كذا علشان تصرف العلاج. في بعض المواطنين عندنا مش بيذهبوا في الميعاد المخصص لاي اسباب، ممكن يكون الميعاد مش مناسبه، المكان مش مناسبه، في لاي ظروف اخرى. في عندنا زمايلنا فريق يعني يعتبر جيش من الاطباء بيتصلوا بالمواطنين دول واحد 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 علشان نتاكد ان كل مواطن اكتشفنا اصابته ان هو يصرف العلاج، شوف لو عنده اي مشكله، المكان بعيد فيقدر يحوله على مكان اقرب، المكان مش مناسب يحوله على مكان اخر، توجه لعمل التحاليل على نفقته الشخصيه فيقول له طب مفيش مشكله انت ممكن تيجي تصرف بروتوكول العلاج برضه من عندنا علشان نشيل من عليه العبء المادي للأدوية. نعم. أو للعلاج. فالمواطنين اللي بيطلعوا إيجابيين من المسح بيتم الاتصال بيهم شخص شخص علشان نضمن إن بإذن الله مصر تكون خالية من فيروس سي 2020. نعم، أيضا في ذات السياق ربما فقط للإيضاح دكتور جلال، يعني هل هناك إحصائيات بمن ثبتت بالفعل إصابتهم بالمرض، ويعني الآن هم في خضم المعالجة على نفقة الدولة أو مجاني؟ أقول لحضرتك على حاجة، إحنا التحليل اللي بيتم في المسح اسمه تحليل الأجسام المضادة، تمام؟ الشخص ده بيتحول على مراكز علاج أكتر فيها تحاليل يعني أشد شوية، اللي هو تحليل البي سي آر، ده اللي فعلا بيثبت الإصابة بفيروس سي. حوالي نسبة 80% من اللي بيطلعوا إيجابيين للأجسام المضادة بيطلعوا إيجابيين كمان للبي سي آر أو لفيروس سي. النهاردة أعتقد 15 أبريل، إحنا النهاردة تم صرف علاج لاكثر من 700 الف مواطن على الاقل جرعه اولى علشان يعني يبتدي رحله العلاج بتاعه. العلاج بيتصرف على 3 شهور، فاحنا بدانا بالفعل صرف الجرعات لمن ثبتت اصابتهم لاكثر من 700 الف مواطن. نعم، ايضا في ذات السياق هناك ايضا نقطه مهمه، يعني ايضا للعلم بها او للايضاح لمن يشاهدنا، ان تم فحص حتى الان عدد معين من ابناء الثانويه يا فندم، يعني هل لك ان تذكرنا بهذا الرقم، وهل الحملات بتذهب الى المدارس للكشف عن الطلاب، ام يعني كيف تتم الاجراءات في هذا الصدد تحديدا؟ بالنسبه لحمله المدارس، هي بتستهدف الاطفال من سن اقل من 18 سنه،
وخلينا نقول ان الفئه العمريه دي اللي هي اقل من 18 سنه نسب الاصابه بفيروس سي فيها قليله جدا، ومع ذلك احنا حابين ان احنا نطمن ونلف كل المدارس علشان نطمن على الفئه العمريه من الشباب او الاطفال في الفئه العمريه دي. احنا بنتوجه ليهم في المدارس، بنمر على المدرسه مره واثنين وثلاثه علشان لو كان في طالب متغيب او منعه مثلا ما كانش معاه موافقه ولي الامر في نفس اليوم لاي سبب من الظروف، فاحنا بنمر على المدرسه اكثر من مرتين او ثلاثه علشان نتاكد ان تم فحص جميع الطلاب. ومع ذلك برضه في عيادات تابعه للتامين الصحي هي مخصصه لو في اي طالب فاتته الفرصه خلال الثلاث زيارات للمدرسه دي ممكن بيتوجه بيعرف المحافظه اللي هو فيها ويعرف الاداره اللي هو فيها بيتوجه للعياده علشان يجري الفحص بنفسه علشان يطمن على نفسه. نعم، وضحت الصورة. كنت معي عبر الهاتف الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير حملة 100 مليون صحة.